السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ بخير، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. الموضوع اللي باغي نطرق له هذا النهار موضوع حساس وخطير، موضوع ديال واحد السيده في الدار البيضاء هجم عليها الرجل ديالها بالسلاح الابيض وهو مطلق منها، يعني ديفورسي مطلقين، ماشي مازال محسوبه على الرقبه ديالو، مطلق منها هو وكيهجم عليها الدار ديالها باغي يسكن معها صحه وكيهددها بالسلاح الابيض. عنده جوج ديال التهام، تهمه ديال انه التهديد بالقتل وتهمه ديال الاحتلال املاك الغير بالقوه، جوج ديال التهام. وعجبني الصحفي ديال شوف تيفي، هذاك السيد هذاك الله يعمر هذا روح الصحفي في شوف تيفي كيتنقل كينقل الحدث مباشره فين كيكون شي مشكل كيكون هو تما، واترافير هو بواسطه هذا الصحفي هذا بفضل هذا الصحفي هذا كتوصل الاخبار للشرطه القضائيه، لان المخزن مشحال قدو مشحال ديال الدواسه ومشحال ديال المشاكل في المغرب، لان الانسان راكم عارفين بلا شغل جالس غير رجل على رجل في القهاوي، وكاين اللي كيتناول القرقوبي، كاين مخدرات هذه حديت فيها لا حرج، الشباب كلهم تقريبا 40% ولا جو سي با 35% لي ستاتيستيك ديال اللي درت كنشوف بان هناك 35% ديال الشباب كيتناولوا المخدرات، وكاين اللي كيتناولها كي كنقولوا حنا حسيمسي ما سيقلوش الخبر الوالدين ديالو والناس لونطوراج ديالو، هو كيتناول المخدرات بشحال من واحد كيتناول المخدرات في المغرب. بحال العاده جبت لكم واحد لا فيديو كيوثق هذه العمليه هذه ديال التصوير اللي قام بها الصحفي هذا اللي كنشكروا من هذا المنبر المتواضع، باش تشوفوا هذه السيده مسكينه اللي كتعاني الامرين، مسكينه هذه المراه هذه البنت هذه مازال جون، هذه البنت ماشي يعني مازال جون، وبغى يتمها في الاولاد ديالها، عندها الوليدات وبغى يقتلها، هو يمشي يحبسوا الاولاد يوليو يتامى ديزورفولان ديزورفولين تساروا مساكن في الزناقه يسعوا في الدار البيضاء، وهو يمشي يحبسهم تمشي للقبور. شوف هاد السيد هذا، شوف التفكير ديال هاد بو زبال ديال الحرتوك ديال المجتمع اللي ما عنده لا ضمير لا والو، فين كيوصل المجتمع. قبل ما نواصل معكم الحديث نوريكم المقطع ديال الفيديو بعدا تشوفوا هاد السيده باش تعرفوا الموضوع اللي جيتنا هذا، باش تعمقوا مزيان معايا في الموضوع ونواصل معكم الحديث ان شاء الله الرحمن الرحيم. خف على راسي وعلى بناتي، انا رجعت دابا وحصلني هو انا راه يقتلني راه يدير لي شي حاجه ياك، حيت فين ضربنا هاد الضربه وفين ضربني في وجهي العنق ديالك مضروب، هذيك الضربه اللي في الوجه هو اللي ضربك، هو اللي ضربني هاد الضربه، وهاد الضربه خمسه الغرزات ضربني ضربه اخرى هنا في صدري هي عنقها دايره فاش قجنا دايره القج هادي القجه دايره هي فاش شدني من بقيت كنطلع ما كنهبط دار ايدو ماشي دار ايدو، انا طالعه مع الدروج وكيتسناني في الدروج ولا كيبقى لي في الدروج صافا تكالمي تكالمي بناته تكالمي ودابا هز جنويه ثلاث ايام انا جالسه في الراب، انا راه هربت دابا باش نديكلاري بيه، هربت دابا هرب انا من الدار ومخليه بناتك معاه هو ومخليه واش كيشرب شي حاجه كياكل شي حاجه ولا شنو؟ دابا ما شرب كان كيتقرقب هو ولا القرقوبي كيدير القرقوبي وداك كيتقرقب كيتقرقب. اذا مشاهدي قناه الطوابق هو اصلا وكيجي كيقول كيدير سبب وليداتك وينشوف ولادي نشوف هذاك واحد دقيقة أنا معك أنا معك. مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم في هذا المباشر، كنتواجدوا بالحي حسني بالضبط أمام الدار الحمراء منطقة ديال الحي حسني، يعني المكان معروف الموضوع، ونتمنى أن الناس يبارطاجيو باش هاد السيدة تاخذ الحق ديالها وتدخل المنزل ديالها، لأن الطليق ديالها اللي طلقات منه كان كيعنف يعني فيه ضربة بموس وفيه دخل السجن كانوا عنده صوابق كياخذ الممنوعات، دابا كيتهجم عليها ملي كيطلب منها انه يشوف البنات ديالو، كيدير ديك الحجه بانه يشوف بناته، فمن بعد كيعنفها كتقول بانه البارح جبد عليها جنويه وقجها، دابا هو راه في الدار مع البنات وانت هربانه، هو ما عندوش الحق انه يدخل الدار. دابا ولا كيقول لهم قتلك دابا، دابا حيت ديجا هو خسرني وضربني في وجهي، ما هي مرة ما يجيش ضربني في راسي بموس، ديجا هو انا ديجا ضربني وفيت حرقني ومشيت باش نديك فيت حرقك؟ كنت ساكنه في واحد الدار شد سداري حطو قدام الباب باش عارف فيه العافيه، وانا وهذيك الساعه يلاه والده بنتي الثانيه باقا صغيره عندها شي اربع شهور يلاه اربع شهور شد سداري سداري جيت الباب باش سد علينا على الداخل في واحد الدار كنا كارين فيها، واحد قوني غير الجيران هما اللي فرعوا عليا الباب باش دخلوا حلوا عليا، الدريه باقا عندها اربع شهور باقا طربيه شعل لي العافيه قدام الباب وسد علينا حنايا من برا، وكنخبط في الباب الدريه كنقول لهم عتقوا لي غير بنتي حلوا لي غير الجيران، هما اللي حلوا فرقعوا الباب غير بالبوطه باش تحل. دابا انت مطلقه معاه؟ انا مطلقه. شحال ديال الوقت باش طلقت؟ طالعه في سبع شهور. طالعه في سبع شهور. انا ملي طلقت باقا ما مكملاش العده ديالي، جا لي باقا الشهرين الاولى جا كيقلب الدرب كامل كيقول لهم الدراري صغار وكبر وريوني الدار وريوني فين كيسكنوا، هادي بقى كيقلب تعرف الدار، ملي عرف الدار راه الناس اللي كانوا معايا راه مشاو شهدوا فيه فهاد فاش مشيت ديكلاريت بيه قبل دابا، حيت هو ملي خرج وجا عندي عاوتاني خرج من الحبس خرج من الحبس جا كيقلب. علاش دخل الحبس هو؟
دخل الحبس لحقاش انا طلقت منه وما كيعطيني لا صلاه ولا ما تابعتوش، وجا كيقلب عليا ملي قال لي بغيت نشوف بناتي، هو حتى عنده على اساس يشوف بناته، جبد موس بغى يضربني الوجه، بقيت كنطاكي على وجهي، جاو الدراري باش يفكوني ولا الدربو داك الشيء والعيالات كيغوتوا درت عشان محمد واش زواج ولا حرب هذا وما عرفتش اخويا والله انا باغا نربي بنيتي انا ما كما سمعتم اخوتي المغاربه وكما شاهدتم وكما لاحظتم ان هذه السيده هذه مسكينه هذه البنت كتعاني الامرين مع هذا المقرقب مع هذا الحشيشي هذا، حيت المشكل الا جينا نشوفوا لا باز المشكل منين جاء، المشكل جاء منها حتى هي كتلعب دور مهم في هذا الشيء اللي كيوقع لها دابا، لانما هي عارفه ديجا انه انسان حشيشي، ولا ما كانتش عارفه كان عليها تبحث قبل ما تتزوج به، حيت لا بليبار ديال النساء في المغرب اللي كيوقع لهم هذا المشكل دابا كيطيحوا مع هذه الحشيشيه والسكيريه وكذا، راه كاينين 50% اللي كيكونوا 50% ديال العيالات كيكونوا عارفين مسبقا ان داك السيد شريك الحياه ديالهم راه سكيري وراه حشيشي، وكيغامروا كيتزوجوا به كيقولوا غير نتزوجوا المهم يسرنا، بعدوا على والدينا ويسرنا، حتى في التالي كيلقاو راسهم كفس كاع من العيشه اللي كانوا عايشين مع والديهم، وكيفضلوا يرجعوا لوالديهم ولا يبقوا عايشين مع داك الحشيشي هذاك ولا داك السكيري. وكاين اللي ما كتكونش عارفه انه هو حشيشي ولا كيتقرقب وكتزوج به وبالتالي كتصدم. المشكل وهو انه نتوما خصكم قبل ما تزوجوا واحد الشخص اللي غادي تقاسموا مع الحياه ديالكم خصكم تبحثوا عليه شكون هو والعائله ديالو وخوتو كي دايرين والحيتين كيسكن واش كيشتغل يعني ولا لا وشنو كيدير في الحياه ديالو وباش مبلي. هادشي هذا كيطلب وقت، والوقت اللي كيطلبو علاش كنقولوا فتره خطوبه خص 6 شهور تبقاي مع الشخص 6 شهور ما تجوجيش بيه، تلوحي راسك للمهلكه ولا تلقوا بانفسكم الى التهلكه. 6 شهور قبل ما تجوجي بهذا الشخص هذا خصك تراقبيه، تراقبيه مزيان وتعاشريه وتشوفيه فين كيمشي ومع من كيتصاحب ومع من كيجلس وتسولي الناس القريب والبعيد اللي كيعرفوه. 6 شهور ديال لونكيت عاد لوحي راسك مع هاد السيد هذا باش ما تصدميش في التالي. في المغرب اخوتي منين كنعايروا شي واحد وكنقولوا له بوزبال، هاد الكلمه هادي ديال بوزبال، منين كتعاير شي واحد كتقول له انت بوزبال، هادي لا تعني انه انسان فقير ولا انسان كلوشار ولا انسان كينعس في الزناقي ولا انسان كيسعى، انسان موسخ. هذاك ماشي بوزبال، بوز بمعنى الحقيقي ديال بوزبال وهو الانسان اللي ما عندوش ضمير، اللي كيتفوه بحماقات وكيسب عباد الله وكيخسر لهم الهضره وما عندوش ضمير سيرفو، هذاك هو بوزبال المعنى الحقيقي ديال بوزبال. غير باش نفهمكم المعنى الحقيقي ديال بوزبال باش ما كيسحب لكم بان بوزبال راه هو اللي كينعس في الزنقه ولا كينعس في الكارطون ولا الكلوشار ولا الفقير، الانسان الفقير. الفقر ليس بعيب، البوزبال ويقدر يكون لاباس عليه وعنده فيلا وبوزبال في دماغه، ما عندوش ضمير. وهذا السيد هذا ما عندوش ضمير، اللي مشى اللي باغي يقتل المراه ديالو قال كيصفيها المراه ديالو باش يرتاح باش هو يمشي للحبس وولاد ديالو تيتموا، هذا كيتسمى بوزبال انا عندي، لان ما عندوش ضمير ما عندوش وعي داكشي اللي كيدير، ما كيعرفش العواقب الوخيمه لي كونسيكونس العواقب هادشي اللي كدير انت فيه دابا تقتل مرتك، فكر غير في الولاد ديالك ابري انت تمشي للحبس المراه للقبور والولاد غيتيتموا، دونك ما عندكش ضمير ما كتفكرش في العواقب وما عندكش قلب. هذا هو المعنى الحقيقي ديال بوزبال اخوتي، باش تفهموا المعنى الحقيقي ديال بوزبال هو اللي ما عندوش ضمير ما عندوش قلب وضمير حي كيفكر في العواقب شنو غيطرى. رسالتي الاخيره بالنسبه للنساء المقبلات على الزواج انكم قبل ما تلوحوا راسكم القفص الذهبي كما نتوما كتصوروه وكتخيلوه انه قفص ذهبي ولكن هو كتصدموا فيه بالتالي انه قفص ديال الاسود، قبل ما تجوجي بشي واحد خصك تبحثي عليه مزيان وتعرفيه شكون هو وكينتمي لاين عائله ولونطوراج ديالو شكون هو، حيت هو في الاول بالبلا بلا كيبين لك انه انسان متقي وانسان غير مبلي ما كيسكر وانسان ينتمي الى عائله محافظه وانسان طوليغو متسامح وباغي يدير عائله. هذا لا يعني العكس، راه البلا بلا ماشي هي اللي كتبين الانسان الشخص، الاعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم اشرف المخلوقين والمخلوقات قال لك حتى تسافر مع الانسان عاد كتعرفوا على حقيقته
حيت منين كتشد معاه الطريق عاد كتعرف شكون هو، ماشي غير بالهضره بلا بلا كيهضر معاك انا راني انسان متقي، انا انسان مزيان، انا عندي، انا كذا. الهضره حنا المغاربه كنثقوا بالهضره، خصك تشوف الافعال وتسني على الوراق وتعرف علاش كتسني. هذا هو الديفو ديالنا حنا المغاربه، اننا نايف كنثقوا دغيا. خير الكلام ما قل و دل. كنحبكم في الله اخوتي المغاربه، كنتمنى لكم نهار سعيد، الى حلقه مقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم.